أنا أقسمت قسم في هذا المقر أمام الوجيه الطيبة وأمام ناخبيني وأمام أبناء الدائرة الخامسة بإنهاء ملف تشاورية قبيلة الطيبة، وتعهدت به ولله الحمد والشكر والفضل تم خروج أبناء قبيلة الطيبة، والشكر موصول لصاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد والحكومة السابقة، وأشكر إخواني النواب اللي سعوا في هذا الملف وإنهاء هذا الملف، ويعلم الله حملنا هذا الملف على عاتقنا وسهلت أمورهم، لأن لا منا ولا فضل، هذول أبناء عمومة وحقهم علينا أكبر، ونقوم نطير من دونهم. بخصوص الإشاعات، احنا يا اخوان تعودنا على هذه الإشاعات من دخلنا مجلس 2016. وهالإشاعة السنة هذه 2024 قالوا ماجد مشطوب. وتعودنا ب 2016 ب 2020 ب 2022 ب 2023 وهذا الأمر يعلم الله ما يوقفنا عن عملنا. وأهل الدائرة يعرفوني وأنا في رمضان من هذا المكان في هذا المقر أمام الوجهة الطيبة مبايعهم ومسامحهم، ورد عليهم في تاريخ 4/4.